بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون بداية أود أن أشكر الفرق النيابية بمجلسكم الموقر على أسئلتكم الوجيهة والهامة التي أتاحت لي الفرصة لإطلاعكم ومن خلالكم إطلاع الرأي العام الوطني على تطورات الوضعيات الاقتصادية والمالية لبلادنا في ظل استمرار تداعيات الأزمة الدولية وكذا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها وخاصة ما تعلق منها بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار للميزانية العامة. وسأحاول من خلال مداخلتي الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية تم وضعها من طرف السادة النواب المحترمين. أولا، في أي وضعية اقتصادية ومالية نحن اليوم؟ ثانيا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية ما هي؟ وأساسا ما هي دواعي وقف تنفيذ جزء من نفقات الاستثمار؟ بالنسبة للوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة لبلادنا، لابد من التذكير بأن كما تعلمون الاقتصاد المغربي فهو اقتصاد معولم، وفي هذا الإطار الظرفية الاقتصادية العالمية فهي ظرفية صعبة ودقيقة تميزت باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ سنة 2008. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي اللي هو الشريك الأساسي ومنطقة الأورو أساساً، فهي أكثر اقتصادية العالم تأثراً بانعكاسات الأزمة المالية، وبالتالي فإنه من البديهي كما تعلمون أن ينعكس ذلك بكيفية سليبة على اقتصادنا الوطني وخاصة على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي أي القطاعات المصدرة بحكم الشراكة الاقتصادية الوثيقة التي تربط بلادنا بدول الاتحاد الأوروبي. 60% من المبادلات ديالنا الخارجية فهي مع دول الاتحاد الأوروبي. ولا بد كذلك من التذكير هنا بالاختيارات التي انتهجتها بلادنا للتصدي لانعكاسات الأزمة واستباق تأثيراتها السلبية، والتي تمحورت كما تعلمون حول تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي عبر مضاعفة استثمار العمومي وتشجيع والحفاظ على القدرة الشرائية من المواطنين من خلال دعم القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل، حيث تمت من 2006 إلى 2012 تعبئة حوالي 940 مليار درهم برسم استثمار العمومي، حيث وصل الاستثمار العمومي إلى 180 مليار درهم عوض 80 مليار سنة 2006، ضخ حوالي 207 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية. صندوق المقاصة كانت 2006 13 مليار درهم، هذه السنة كملنا في 55 مليار ديال الدرهم، بالإضافة إلى تخفيض ما يفوق 32 تخصيص ما يفوق 32 مليار درهم للرفع من الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، هذا فضلا عن خلق 155 ألف منصب مالي من بينها 14 منصب مالي لترسيم الأعوال المؤقتين، زيادة عن تخفيض من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات اللي كان عندها كذلك وقع كبير على تراجع المداخيل الجبائية لبلادنا. وإذا كانت هذه الاختيارات قد أتبعت فعاليتها في مواجهة آثار الأزمة من خلال حفاظ اقتصادنا على سلامة بنيته الأساسية وتوطيد التوازنات الاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه ينبغي التذكير بأن هذه النفقات أو السياسة التوسعية المهمة فكانت لها انعكاس سلبي على التوازنات المالية والتوازنات الخارجية. في هذا الإطار تفاقمت نسبة العجز لتصل من كان لنا كما تعلمون سنة 2008 فائض 0.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، انتقلنا إلى عجز مالي سنة 2011 ديال 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، وسنة 2012 إلى 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وذلك بفعل تطور المتسارع للنفقات التي ارتفعت بنسبة 37% في الوقت أن المداخيل العادية ارتفعت فقط ب 15%. الإشكال اللي عندنا اليوم وهو سنة 2012 كملنا السنة بالنسبة لما يسمى الرصيد العادي للمالية، تنتكلموا على الرصيد العالي أي النفقات، تنتكلموا على المداخيل العادية مقارنة مع نفقات العادية أو نفقات السير. الإشكال اللي عندنا اليوم وهو كملنا السنة بواحد العجز في الرصيد العادي، ما تنتكلموش على الاستثمار، الرصيد العادي وصل إلى 17 مليار ديال الدرهم. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى أنه اليوم تنعيشوا فوق الطاقة ديالنا، أي أن المداخيل العادية ما تستطيعش أنها تغطي المصاريف ديال التسيير ديال الدولة زيادة على الاستثمار. المعنى هذا أن 17 مليار ديال الدرهم ديال النفقات المقاصة سناخدوها بالدين، تنضطروا نلجؤوا للدين باش يمكننا نخلصوا هاد النفقات. وبالتالي هذا الأمر بين مرة أخرى بأن الإشكالية كبيرة مطروحة بالنسبة للمالية العمومية، بل أكثر من ذلك أن الأول مرة في تاريخ المغرب نفقات ديال المقاصة فاقت نفقات ديال الاستثمار. من جهة أخرى كما تعلمون بحكم كذلك السياسة المطبقة التوسعية فكان لها زيادة عند ارتفاع الأسعار الدولية بالنسبة للمواد الأساسية اللي طرحها الأخ النائب المحترم، جعل أن وقع كذلك تفاقم في العجز ديال ميزان الأداءات ليوصل ل 10% من الناتج الداخلي الإجمالي، واللي عنده انعكاس سلبي على الموجودات الخارجية. وإلى ما وقعش واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك، غدا لا قدر الله غيكون عنده انعكاس على هذا التراجع اللي غيجعل ما تكونش عندنا الإمكانيات الكافية باش نقوموا باستيراد ضروري للنشاط الاقتصادي. هذا اللي يقودني سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمين، إلى السؤال الثاني المتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية. هنا لابد من التذكير كذلك بما سبق وقلته بمناسبة تقديم قانون المالي لسنة 2013، أن الحكومة اختارت المضي في إرساء نموذج تنموي يقوم على تحقيق نمو متسارع ولكن في نفس الوقت متضامن في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية. هذا الشيء اللي قلنا أمامكم، من الضروري أننا نعمله باش يمكننا نعزو من النمو ولكن في نفس الوقت أننا نتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية باش ما يكونش عندنا انعكاس سلبي على النمو، باش يمكننا نحافظوا على هذه الوتيرة المتسارعة للنمو اللي تتعرف بلادنا. وكذلك أننا سنعمل كل ما بإمكانية لمواجهة تداعيات الأزمة والوفاء بالتزامات التي أخذناها على عاتقنا في إطار البرنامج الحكومي أمامكم وتجاه المواطنين والمواطنات. وفي هذا الإطار نذكر بأن في البرنامج الحكومي قلنا بأننا سنعمل على تقليص العجز الميزانية ليصل إلى 3% في أفق سنة 2016. إذن الضرورة ديال التحكم والتقليص ديال العجز. وبما أن هذا النموذج فهو يتفاعل مع التطورات الظرفية الدولية التي تلقي بظلالها على توازنات المالية والخارجية، فإن التقديرات المتوفرة حاليا تفيد أن الظرفية العالمية لا زالت تندر باستمرار الأزمة وعدم استقرار المواد الأولية وأسعارها مع تراجع التجارة الخارجية. وفي هذا الإطار بالنسبة فقط لأوروبا، في أكتوبر كنا نتكلموا بأن أوروبا الاتحاد الأوروبي سيعرف نمو ديال 0.2%. آخر الأرقام ديال أبريل تتبين بأن تمت مراجعة هذا التقدير ونتحدث عن تراجع أي انكماش اقتصادي بالنسبة لأوروبا ديال 0.2%. من جهة أخرى على المستوى الوطني أبانت نتائج تنفيذ قانون مالية خلال 3 أشهر الأولى لسنة 2012،
أن مستوى عجز الميزانية بلغ ما يقرب 17 مليار ديال الدرهم أي 2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 3 شهور. وبالتالي الإشكال وهو أن العجز المتوقع إذا استمرنا في نفس الوتيرة غنوصلوا إلى 8% من الناتج الداخلي الإجمالي أي زيادة نقطة في الوقت اللي حنا من كان المفروض أننا نخفضوا من العجز باش يبقى في 4.8% أو 5% من الناتج الداخلي الإجمالي. انطلاقا من هذه المعطيات وحرصا على الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية الحاسمة الخطيرة والصعبة لم يكن أمر سهل أن نتخذ هذا التدبير، ولكن في نفس الوقت تدبير استعجالي للحد من تفاقم عجز الميزانية. قررنا وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار للميزانية العامة طبقا كما جاء في تدخل السيد الرئيس للفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يجيز للحكومة تخفيض جزء من نفقات الاستثمار إذا ما دعت الضرورة الاقتصادية لذلك، مع إخبار اللجان المختصة في البرلمان. واليوم إن شاء الله غيكون عندنا اجتماع مع لجنة المالية في مجلسكم الموقر، وغدا مع مجلس اللجنة المالية في مجلس المستشارين. وهذا يقودني سيد الرئيس سيدات والسادة النواب محترمين إلى السؤال الثالث حول دواعي وقف تنفيذ نفقات الاستثمار. أولا لأن حجم اعتمادات الاستثمار الذي يحدث تأخير في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى أي الاعتمادات المرحلة فتضاعفت بين سنة 2008 و 2013 منتقلة من 11 مليار ديال الدرهم إلى 21 مليار ديال الدرهم برسم السنة المالية 2013، وأضحى الارتفاع بشكل يشكل عبئاً ثقيلاً على توازن المالية العمومية. ثانياً لأن هذا الإجراء هو تدخل استعجالي لوقف نزيف تدهور المالية العمومية. تكلمت بأن احنا ماشيين في التدهور وأن العجز كان غيوصل 8% من الناتج الداخلي الإجمالي، بحيث سيمكننا من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام. ملي تنقولوا التحكم في الميزانية ونقصنا نقطة من الناتج الداخلي بالنسبة للعجز، هذا تعني كذلك بأن غنقصوا نقطة من ارتفاع الدين، والخطر هو ارتفاع الدين اللي غنفوتوا هذه السنة 60% من الناتج الداخلي الإجمالي. إذن وصلنا لمرحلة الخطر، هذا تجعلنا من الضروري من واجبنا أننا نأخذ جميع التدابير من أجل الحد من العجز، بل أكثر من ذلك من أجل التقليص من العجز الميزانية حتى لا يكون لذلك انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل. لأننا تنشوف فقط جانب من الجوانب اللي تنطرحوا الإشكالية ديال تداعيات وقف هذه الاستثمارات اللي تنتكلموا عليها. ثالثا لأن هذا الإجراء لن يمس الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت والجاري تنفيذها، اللي انطلق هذه سنة سنتين واللي هو غيبقى مستمر حتى واحد ما يقيسه. يكون واضحين المواطنين يرتاحوا يعرفوا بأن المشاريع اللي انطلقت المدارس إلى آخره راه غيتم تنفيذها، بل أكثر من ذلك المشاريع اللي عندها صبغة أولوية بالنسبة لهذه السنة كذلك راه غيتم البرمجة ديالها وانطلاق إعطاء انطلاقتها. اللي بقى فقط وهو أن المشاريع اللي تنعتبروها أنها غير ذات أولوية أننا نأجلوا التطبيق ديالها، ما لغيناش، قمنا فقط بإيقاف التنفيذ. وفي هذا الإطار الهدف الأساسي وهو أننا جميع الاعتمادات المفتوحة التي تكتسى طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل فنحن سنقوم بتنفيذها، بل أكثر من ذلك ستعمل الحكومة بكل عزم وإرادية على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي انطلقت. إن في آخر المطاف مني تنكملوا الاستثمار تيربح المواطن لأن تمكنوا يستفد منه، تتربح المقاولة لأن يمكن لا تخلص، وهذا كله تعطي واحد حركية أكثر في الاقتصاد الوطني. في الوقت أننا مين تنخلقوا نفتحوا 1000 مشروع وما تنكملوا حتى واحد، كل شيء خاسر، الدولة خاسرة بالنسبة للميزانية، المواطن خاسر لأن الأعمال الاجتماعية ما تتحققلوش، وكذلك المقاولة خاسرة لأن ما تتخلص.
إذن إحنا بغينا نلغيو هذا المنطلق ونحسنوا من الحكامة المالية والحكامة الاقتصادية باش يكون لها وقع إيجابي على المواطن، وقع إيجابي على المقاولة، ووقع إيجابي كذلك على الميزانية العامة ديال الدولة، وبالتالي على النمو الاقتصادي وعلى التشغيل في بلادنا. وبموازاة مع ذلك كذلك سنعمل على تسريع استثمارات المؤسسات العمومية التي تبلغ حوالي 122 مليار ديال الدرهم اللي غتفوت هادشي اللي وقفنا، وبالتالي ضغط على الاقتصاد الوطني. وانا معكم معلوم ملي تنشوفوا بان وقفنا 15 مليار ديال الدرهم الواحد تيتسائل الانعكاس ديالو على الاقتصاد، الانعكاس ديالو على التشغيل، ولكن حنا راه غنغطيو هاد الوقف التنفيذ بتسريع وتيره الانجاز ما كان بالنسبه للدوله ولا اساسا بالنسبه للمؤسسات العموميه، وبالتالي هذا كذلك غيكون عنده اثار ايجابي على النمو وعلى التشغيل في بلادنا. وكذلك بغيت نذكر بانه بالنسبه للتوظيف، بالنسبه للتوظيف كذلك باش نكونوا واضحين، ان من يناير 2012 الى غايه مارس 2013 تم توظيف اليوم 28,000 شاب وشابه في الوظيفه العموميه. باش نكونوا واضحين، اي هذيك 26 باقي عندنا في هذا الاطار 22,000 منصب، اي جميع المناصب الشغل اللي تحدثت في 2012 تم استعمالها، وبدينا نحطوا 2,000 استعمال بالنسبه للقانون المالي 2013. وان شاء الله غنكملوا جميع. اذن هذا بالنسبه للدوله لن تقلص من مناصب الشغل، بل اكثر من ذلك ستعمل على ان يتم استعمال كل مناصب الشغل اللي هي ضروريه لخدمه الاداره وخدمه الوطن. وفي الأخير لا بد من الإشارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مجموعة من التدابير المتكاملة لدعم الاستثمار باعتباره من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي. في هذا الإطار بغيت نقول كذلك بأن تم الاتفاق في إطار الحكومة على مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تبسط المساطير الإدارية بالنسبة للاستثمار الخاص، أن تقوم كذلك بإحداث ثقة قوية مع القطاع الخاص في هذا المجال، وأن نعمل كذلك بتطوير كل ما من شأنه أن يحسن تمويل هذه المقاولات، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كذلك 20% من الصفقات العمومية المرسوم خرج، 20% من الصفقات العمومية غتمشي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وكذلك سنعمل على تدعيم وتقوية الصادرات، وكل ذلك سيمكننا إن شاء الله بفضل كذلك أن السنة إن شاء الله غتكون سنة فلاحية إيجابية، أن نستثمر هذا التطور الفلاحي وهذا القطاع الفلاحي اللي غيمكننا باش نجزو واحد نسبة نمو أكبر بكثير مما حققناه السنة الماضية، واللي غيعطي فرص شغل جديدة وكذلك فرص لتقوية النشاط الاقتصادي في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، أريد أولا وقبل كل شيء أن أشكر جميع الفرق النيابية على تدخلاتها الهامة وعلى كذلك هذا الروح المسؤولية والرغبة على أن ننطلق وأن نواصل في إطار الديمقراطية التشاركية التي من شأنها أن تمكننا من مواجهة هذه الصعوبات ومن مواصلة مسيرتنا التنموية في إطار ما حققناه من مكتسبات بالنسبة لبلادنا، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي. وفي هذا الإطار وانطلاقا من هذا الروح المسؤولية المشتركة، أريد أن أعطي بعض الإيضاحات حول ما جاءت به بعض الفرق النيابية من تساؤلات أو انتقادات. أولا بالنسبة للنقطة الأولى وتتعلق بالقرار الذي اتخذ، أريد فقط أن أؤكد بأن نحن حكومة لا يمكنها إلا أن تحترم الدستور وروح الدستور وتعمل جادة من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور. أن هذه الحكومة كذلك لا يمكنها إلا
أن تحترم دولة الحق والقانون وانطلاقا من ذلك فالقرار الذي اتخذ فهو قرار منسجم مع القانون التنظيمي للمالية وبالتالي يحترم القانون ومن جهة أخرى أريد فقط أن أؤكد بأن في إطار المناقشة نحن في إطار الرؤية التشاركية التي وضعناها قررنا في وزارة الاقتصاد والمالية أن يتم إشراك جميع الفرق النيابية والفرق ديال المجلس المستشارين وكذلك النقابات في إعداد القانون التنظيمي للمالية. فهذا القانون التنظيمي للمالية بغيت نذكر بأن هذا الفصل 45 بقي في القانون التنظيمي مشروع قانون التنظيمي للمالية الجديد بعد المصادقة على الدستور. من جهة أخرى بغيت نأكد كذلك بأن من بين الإجراءات التي جاء به القانون التنظيمي للمالية وهو حذف الاعتمادات المرحلة بعد سنة، أي كان المفروض نحذفوا 21 مليار ديال الدرهم وحنا حذفنا فقط 15 مليار ديال الدرهم في إطار استباقي لتنفيذ قانون التنظيم الجديد للمالية. حنا كنا شاركنا في هذه إعداد هذه المسودة وهذا المشروع الأولي ديال القانون التنظيمي للمالية. لماذا؟ لماذا الجميع اتفق؟ إن اعتبرنا جميعا بأن من الضروري أن تكون هنالك فعالية في تدبير المالية العمومية وأن للاستثمارات أن يتم تنفيذها لأن في حاجة الملحة للمواطنين أن نحسن أداءنا وأن نعمل جميعا من أجل تقوية هذا البعد التنموي في بلادنا. النقطة الثالثة وأننا إذا أخذنا هذا القرار في إطار المرسوم الذي صدر عن السيد رئيس الحكومة وعن الحكومة لأننا اعتبرنا أننا دخلنا بالدستور الجديد الذي وضعه جلالة الملك والذي صوتنا عليه جميعا على ضرورة الشفافية، والشفافية تقتضي أن لا نقوم بإيقاف تنفيذ الاستثمارات بكيفية ملتوية أو بكيفية إدارية، بل أن نعطي جميع المعطيات للجميع، للرأي العام، للبرلمانيين ولكذلك على الصعيد الدولي، لأن دولة محترمة ينبغي أن تحترم رأي عامها، والحكومة محترمة هي التي تقول ما تفعل. النقطة الثالثة وهو أن هذا الإجراء بغيت فقط نأكد بأن في يونيو 2012 جئت للجنة المالية وقلت بالحرف بأننا في وضعية صعبة وأعطيت المعطيات التي تفيد بذلك، لا بالنسبة للمالية العمومية ولا بالنسبة للحسابات الخارجية. بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 استعملنا إلى جميع الفرق النيابية وأخذنا بالعديد من التعديلات التي قدمتها هذه الفرق. لأول مرة في التاريخ تم قبول 100 تعديل من فرق الأغلبية والمعارضة، إذن احنا في إطار تشاركي. أكثر من ذلك قمنا بأخذ لأول مرة في هذا الإطار أن التدابير التي اتخذناها اللي هي في صالح المتقاعدين مثلا أو لصالح المقاولة الصغرى المتوسطة من خفضنا من 30 إلى 10% جعلنا أن النفقات الجبائية الجديدة تكون أقل من المداخيل الجبائية الناتجة عن الرفع من التدابير الجبائية التي اتخذناها، الرفع من الجبايات بالنسبة للضريبة على التسجيل، بالنسبة وتنشكر جميع النواب البرلمانيين على المصادقة على ذلك، أي كذلك في إطار التضامن والتماسك الاجتماعي، أي أن الأجور العليا والدخول العليا كل شيء ساهم، الوزراء، البرلمانيين، رؤساء المؤسسات العمومية، تخفيض ما بين 2% إلى 6% من المداخل باش يكون التضامن من أجل أن نواجه هذه الأزمة. تم اتخاذ تدابير أكثر من ذلك، وهنا تسمحوا لي نوجه نداء من خلالكم إلى المواطنات والمواطنين.
من بين التدابير الاساسيه التي اتخذناها من اجل حل الاشكاليه ديال باقي استخلاصه اللي توصل عشرات الملايير ديال الدراهم. خدينا تدبير وهو الغاء جميع الغرامات والفوائد بالنسبه للضرائب، لا الضرائب المحليه ولا الضرائب الوطنيه. وبالتالي تنوجه نداء المواطنات والمواطنين انهم يتوجهوا ويخلصوا اللي عليهم ويخلصوا فقط الاصل، جالهم جميع الغرامات كلها مشات، وهذا غيمكننا ان شاء الله اننا يساهموا معنا جميع. وتنطلب كذلك الساده النواب والسيدات النائبات انهم يعبئوا المواطنات والمواطنين باش يقوموا بهذا الواجب الوطني باش نواجهوا الازمه. هذه من بين الامور اللي غتساهم كذلك في تقويه وحل الاشكاليه المطروحه بالنسبه لمواصله تفاقم العجز الميزانيه. واريد كذلك ان اقول في هذا الاطار بان من باب المسؤوليه، من باب المسؤوليه المشتركه وفي اطار هذه المقاربه التشاركيه، علينا ان نعمل معا من اجل ان نقوم بالاصلاحات الضروريه، من بينها الاصلاح المقاصة، الاصلاح الجبائي، والاصلاح ديال التقاعد، لانها اصلاحات مهيكله وضروريه لمواجهه الوضعيه الصعبه التي نعيشها. نحن نعتبر وسنعمل جاهدين كحكومه معكم من اجل اخراج هذه الاصلاحات هذه السنه، ان ما يمكنناش ناخروها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.